الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. صدق الله العلي العظيم. كلامنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى حول ركن من أركان الدين وعمود من أعمدة الدين، وقد وردت الأحاديث الشريفة أنه عون على ديننا وهو الخمس. أولا وقبل كل شيء، نشير إلى ظاهرة لا نلمحها فقط في هذا التشريع الرباني، وإنما نلمح هذه الظاهرة في كل التشريعات الربانية. هذه الظاهرة تعبر عن ملاك من ملاكات التشريع، يعني الله تعالى عندما أراد أن يشرع أي حكم من الأحكام في أي باب من الأبواب، الله بنى تشريعه على هذا الملاك، وهذا الملاك هو ملاك التيسير وملاك التسهيل. الله تعالى يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا الدين لا حرج فيه. ويقول الله تعالى في آية ثانية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله يريد اليسر، يريد التسهيل. فهذا التشريع، بل كل التشريعات الربانية، مبنية على هذا الملاك وعلى هذه القاعدة، قاعدة التيسير. نشير إلى مجموعة من العينات تكشف لنا جوانب من هذه الحقيقة. العينة الأولى أن الخمس إنما يكون بعد المؤونة. المراد بهذه البعدية البعدية الرتبية كما يقول الفقهاء، ولا بأس بأن تضم إلى هذه البعدية البعدية الزمانية. الخمس إنما يكون بعد المؤونة. شنو معنى المؤونة؟ هل هنالك مقياس محدد للمؤونة؟ لا، ماكو مقياس محدد. المؤونة شنو معناها؟ المؤونة ما إلها مقياس ثابت، وإنما لها مقياس متحرك، يختلف هذا المقياس باختلاف العصور، يختلف من عصر إلى عصر آخر، من وقت إلى وقت آخر، من فرد إلى فرد آخر. المؤونة قد تكون لك بمقدار،
ولغيرك بمقدار آخر، فما إلها مقياس ثابت. كل ما يليق بشأنك من الأمور الدنيوية من دفع الضرر وجلب المنفعة، هذا يطلق عليه المؤونة. في الأمور الأخروية ماكو حد، في أمور الآخرة ماكو هنالك حد معين. هذا الحد الذي نذكره إنما هو في الأمور الدنيوية. يعني شنو في الأمور الأخروية ماكو حد؟ يعني لا سرف في الخير ولا خير في السرف. الخير ما في سرف، واحد كلما يبذل لآخرته، هذا مو إسراف، هذا مو تبذير، هذا مو خلاف المعونة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ما قدمته لغدك هذا مو خارج مؤونتك، هذا يعتبر من مؤونتك. إذا واحد في كل شهر يذهب إلى العمرة مرة واحدة، هذا مو خارج المؤونة، هذا يعتبر من مؤونتك. لأن في الآخرة، في أمور الآخرة ماكو شأن، ماكو ملاك معين. كلما تبذل لآخرتك هذا شأنك، هذا مطلوب منك، هذا محبوب عند الله تعالى. كل شهر واحد فليروح للعمرة، هذا ما يعتبر إسراف، ما يعتبر تبذير، هذا مؤونة يعتبر، هذا شأن يعتبر. كل ليلة جمعة إن شاء الله طريق العتبات يفتح، واحد يذهب إلى زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه كل ليلة الجمعة، هل هذا يعتبر تبديل؟ لا. هل هذا يعتبر إسراف؟ لا. واحد يبني 1000 حسينية و1000 مسجد ويطعم 1000 عائلة، هذا من مؤونته؟ لو مو من مؤونته، بل هذا من مؤونته. عندما نضع حد للمؤونة، إنما نضع الحد، يعني الفقهاء يضعون الحد في الأمور الدنيوية. في الأمور الأخروية ما تحد، كل من مؤونته. بعد ما عشت حياة طيبة أخرج ما أحببت في سبيل الله، هذا كل من مؤونتك. نجي إلى الأمور الدنيوية. المؤونة ما يليق بشأنك، شنو يليق بشأنك؟ كل ما تبذله لأجل جلب المنفع ولأجل دفع الضرر مما هو في شأنك، هذا مؤونتك. هذا المقدار لا خمس عليه. يعني شنو؟ يعني واحد يشتري بيتا، البيت من المؤونة، البيت المناسب لشأنك ولو كان 1000 متر، هذا شأنك، هذا من مؤونتك. هذا المقدار لا خمس عليه لمن يخمس. من شأنك أن يكون لك بيت، من شأنك أن يكون لأولادك بيت. إذا دفعت مالا لأجل أولادك، هذا شنو يعتبر؟ يعتبر من المؤونة لك. من شأنك أن تسافر للتنزه بالمقدار المتعارف، هذا من مؤونتك. الأكل والشرب والزواج وتزويج الأبناء وتزويج البنات والسفرات والحج والعمرة والديون والأروش وثمن الجنايات وقيم المتلفات، كل هذه تعتبر من المؤونة. هذا المقدار كل لا خمس عليه، المؤونة لا خمس عليها. هذا مو تيسير، هذا مو تسهيل. الدين يريد يعيش كل واحد بكرامة. واحد من شأنه أن تكون له سيارة واحدة، فليشتري هذه السيارة. هاي السيارة ما عليها خمس لمن يخمس. طبعا من يخمس أول مرة ولم يكن قد خمس من قبل، هذا له حكم آخر وله بحث آخر. أما المتدين اللي من بداية تكليفه كان مقيد بالقوانين الشرعية، السيارة اللي هي مؤونة لا خمس عليها. من مؤونة أن تكون له سيارتان، المؤونة الحقيقية مو المؤونة الكاذبة، الشأن الحقيقي. حقيقة واحد من شأنه أن تكون له سيارتان من مؤونة الدين. ما يضايق أن تعيش بما هو كريم، بعيشة كريمة، بحياة كريمة، عيش حياة كريمة.
الدين لا يضيق عليك في ذلك. من شأنك تكون عندك 10 سيارات فلتكن عندك 10 سيارات إذا حقيقة من شأنك، مثل واحد رئيس زعيم عند ضيوف كثيرين عند رواح ومجيء، من شأن الحقيقي بينه وبين الله. هاي القضايا لا تلقى عهدتها على العالم، تلقى عهدتها على المكلف، هو يعين، هو يعين أن هذا شأن لو مو شأن. 10 سيارات من شأنه فليكن، لتكن عنده 10 سيارات. الدين يريد أن يعيش كل أحد حياة كريمة، حياة طيبة. من شأن أن يكون عنده خادم، الفقهاء يمثلون بالعبد، عبد قمكوا الآن عادة أو لا نعهد أن يكون عبد، من شأنك أن يكون لك خادم فليكن، خادما فليكن. 20 خادم إذا واحد من شأنه لأنه رئيس زعيم إلى 10 فليكن، ما في إشكال. فإذا أولا خلال عام كامل كل ما كان من المؤونة لا شيء عليه، هذا أولا. مضى عام كامل، ننتقل إلى العينة الثانية. كم يبقى؟ يبقى مقدار من المال. المولى هذا بعد زائد على احتياجك، هذا زائد على مؤونتك. عشت هذه السنة حياة كريمة، المولى يقول 4 لك ولو زائدة ولو إضافية، 4 لك وواحد لله، واحد لله. في الواقع إيش قد صار؟ 20% صار؟ ما صار 20%، قد يصير 20%، قد يصير 10%، قد يصير 1% إذا واحد يدقق، لاحظ التيسير. قد يصير 1 في 200 يعني 199 لك وواحد لله، واحد فقط. وفي الواقع مو لله، إنما هو لك لأنه لآخرتك. إذا نفرض الآن، لاحظوا هذا المثال البسيط المتواضع، إذا واحد في كل شهر يحصل على 500 دينار ويصرف في كل شهر هذا المقدار، خلال عام كامل يجد يصرف هذا الشخص كل ما يملك 6000 دينار. لاحظ معنى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. 6000 دينار، أول محرم يوم موعد 5، بقي عنده 100 دينار، إيش قد يدفع؟ 20 دينار. إيش قد نسبة 20 دينار إلى 6000 دينار؟ كم هي نسبة 20 دينار دفعها لله؟ 5980 دينار بذلها لنفسه. كم النسبة؟ نسبة 1 إلى 300. ملتفتين إلى النسبة؟ ملتفتين إلى معنى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؟ بذل 299 لنفسه وبذل 1 لله. فإذا قيل إن 20% في واقع إذا تحسبون مع المؤونة ربما يكون 1%، ربما يكون 1 بالـ200، ربما يكون 1 بالـ300، هذا مو يسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هاي العينة الثانية. العينة الثالثة، المخمس لا يخمس. خمست مالا في العام القادم، هذا المال المخمس لا يخمس مرة ثانية، بخلاف الزكاة في الجملة. الزكاة في الجملة يخمس في كل عام، أما الخمس لا يخمس مرة ثانية. يعني في العام القادم هذا الذي دفع 20 من 100 إيش قد بقي عنده القدر المخمس؟ 80 دينار. السنة القادمة إذا عنده 100 دينار في أول محرم إيش قد يخمس؟ يخمس 20 دينار فقط،
يعني 4 دنانير يدفع، لأن القدر المخمس المقدار المخمس لا خمس عليه مرة ثانية. في العام الأول دفع 20 من 100، إيش قد بقي عنده؟ بقي عنده 80، هذا قدر مخمس يعني مطهر، طهر، تطهير. في العام الثاني إذا عنده 100 دينار في أول محرم اللي هو موعد تخميسة مثلا، إيش قد عنده إضافي على 80 على القدر المخمس؟ 20 دينار، خمس العشرين إيش قد؟ 4 دنانير. فإذا في العام الثاني يدفع 4 دنانير ويضيف القدر المخمس من العام الثاني على القدر المخمس من العام الأول. في العام الثالث القدر المخمس مال العام الأول ومال العام الثاني بعد ما عليه خمس. هذا مو تيسير حقيقة، هذا مو حقيقة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا مو معنى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا جانب من جوانب الموضوع. الجانب الثاني، عدم التخميس له آثار وضعية غير الآخرة، الآثار الوضعية. احنا في الواقع مع الأسف كثير منا نهتم بالأمور الدنيوية، بالأمور المادية أكثر من اهتمامنا بالأمور المعنوية. إذا قيل إن هذا الطعام فيه ميكروب، واحد يحذر، واحد يخاف. إذا قيل إن اللحوم الكذائية هذه فيها داء جنون البقر، تجد أن الكل يبدأون بالمقاطعة، يشعرون بالرهبة. شنو جنون البقر؟ داء يصيب الإنسان على أثر أكل هذه المواد الملوثة، وينتقل إلى دماغه ويتلف دماغه ويسبب ثقوب في دماغه وينتهي به إلى الموت. هذا هو، هذا منتهى قضية جنون البقر. يعني شنو؟ يعني قضاء على حياة مادية. واحد كان لازم يعيش 80 عام، يعيش 40 عام، يعيش 60 عام، يعني خسر 20 عام. هذا منتهى ما يفعله التلوث المادي. أما والعياذ بالله التلوث المعنوي شنو يسوي؟ لقمة الحرام، المال الذي لا يخمس، هذه اللقمة لقمة حرام. راجعوا الكتب الفقه. شركة الله والرسول والإمام واليتامى والمساكين وابن السبيل يعني الفقراء مع أموال الخمس على نحو الإشاعة، يعني ما إلى حق يتصرف بمقدار شعر في هذا المال إلا بعد دفع الخمس ككل شركة على نحو الإشاعة. إذا شريكان على نحو الإشاعة لا يتمكن أحد الشريكين أن يتصرف في هذا المال بدون إذن الآخر. هذه اللقمة مو أنه يقول أنا عندي 100 دينار 20 منها يتعلق بالفقراء، لا، كل دينار دينار هذا في حق الله وفيه حق الفقراء. كل لقمة يرفعها إلى فمه، هذه اللقمة كل قطعة منها فيها حرام. يعني حتى إذا قطع اللقمة إلى 5 أقسام، كل قسم هذا فيه لقمة حرام وفيه مال حرام. المال الحرام شنو يسوي؟ لقمة الحرام شنو يسوي؟ بالإضافة إلى أنه لا يستجاب دعائه 40 صباح، لا ترفع صلاته 40 ليلة، غير هذه الآثار تلوث القلب. هذا القلب يتلوث، لقمة الحرام تلوث القلب. الإمام الحسين صلوات الله عليه كلما وعظ إمام عندما يعظ حجة الله يعظ أولئك القوم، ولكن الكلام ما يأثر فيهم. ليش؟
الإمام قال لهم في خطابه: ملئت بطونكم من الحرام. هذا البطن الذي ملئ من الحرام، القلب يتلوث. إذا القلب تلوث شنو يصير؟ يعني مركز القيادة تلوث، مركز القيادة للإنسان تلوث. إذا القلب تلوث يعني العين تصبح ملوثة، الأذن تصبح ملوثة، نظرات الإنسان تكون ملوثة، سماع الإنسان يكون ملوث، رجل الإنسان تكون ملوث، يد الإنسان تكون ملوثة، فكر الإنسان يكون ملوث، كل شيء منه ملوث. الشيطان هالشكل يسوي. الشيطان شنو يسوي؟ يجي يستولي على القلب. إذا استولى على القلب استولى على كل شيء، ما يحتاج يستولي على الأذن، لا، يستولي على القلب. إذا هو استولى على القلب بعد أخذ كل شيء. هذا ما تفعله لقمة الحرام. هذه المادة تتحول إلى طاقة، فكل ما يتعلق بالإنسان يكون ملوثا والعياذ بالله. النطفة التي تنعقد من هذه اللقمة المحرمة، كيف تكون هذه النطفة؟ الولد الذي ينعقد من هذه النطفة كيف يكون؟ البنت التي تنعقد من هذه النطفة كيف تكون؟ هذا في الدنيا وفي الآخرة. كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به. هذا اللحم اللي ينبت من الحرام، هذا اللحم مال نار، هذا مو أهل لأن يدخل الجنة. وإن اللقمة الواحدة، هذا تتمة الحديث، تنبت اللحم، حتى اللقمة الواحدة تنبت اللحم. هذا اللحم اللي نبت من هذه اللقمة هذا مال النار. ولكن احنا محجوبين، احنا لا نشاهد الواقعيات. الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه، الذي كون في الحوزة العلمية في قم، هذا الرجل إلى قضايا متعددة، من جملة قضاياه أنه مدة كان في كربلاء المقدسة، كان يعيش هناك، وكان في ذلك الوقت يدرس كتاب اللمعة الدمشقية. هذا كتاب احنا الطلبة نقرأ. يقول في يوم من الأيام حضر عندي شاب ما أعرفه، كان يحضر في بحث اللمعة. يقول بعد مدة من الزمن اختصر القضية، في يوم من الأيام دعوته إلى بيتي، قلت أنه اليوم تعال للبيت ظهر غدا، فقبل، قال ما يخالف. يقول أنا جيت للبيت قبل الظهر، قلت لزوجتي أنه شنو عندنا في البيت. الزوجة قالت ما عندنا أي شيء، ما عندنا، كل شيء ما عندنا، يعني الشيء اللي يمكن أن يقدم إلى الضيف ما عندنا. الشيخ عبد الكريم الحائري يقول، هو ناقل هذه القضية، ينقل هذه القصة لتلميذه، يقول أنا كانت عندي أمانة، واحد مطيني أمانة بمبلغ 25 قران، مبلغ كلش متواضع، مو أمانة عادية، أمانة قال لي إذا احتجت ما يخالف تصرف في هاي الأمانة. وأنا فكرت الآن بعد احتياج أكو، فلأذهب وأتصرف في هذه الأمانة. هو أذن لي في ذلك المالك، ويقول أخذت هذا المبلغ ورحت إلى السوق واشتريت به طعاما، جبت الظهر، فرشنا السفرة، فأخذ هذا الشاب ينظر إلى هذا الطعام ولا يمد يده. قلت له ليش ما تمد يدك؟ ليش ما تأكل؟ تفضل. قال لا ما أكل. قلت له ليش ما تأكل؟ قال كيف أكل من طعام اشتري بأموال الناس؟ أنا ما أكل من هذا الطعام. شنو أكل في هذا الطعام؟ نشوف احنا. أولياء الله يشوفون شنو معنى هذا الطعام، كما أن الرجل العادي لا يفهم في هذا لحم البقر شنو أكل، ولكن الطبيب يفهم ما هو الداء القاتل اللي موجود في لحم البقر مثلا، هو الذي يفهم.
قلت له صاحبه أذن لي في ذلك؟ قال إذا كنت محتاج ما يخالف. قال لي يا شيخ ومن الذي يضمن لك أنك تعيش إلى أن تعيد هذه الأمانة إلى صاحبها؟ أنت أخذت هذه الأمانة، من قال لك أنت تعيش إلى أن تتمكن أن تعيد هذه الأمانة يعني بدلها إلى مالكها اللي يتمنك؟ من قال لك تعيش؟ أقول بين قوسين النبي صلى الله عليه وآله في ساعاته الأخيرة جدا كان مضطرب كما في الحديث. ليش؟ لأن كانت عنده 6 أو 7 دنانير للفقراء، 6 أو 7 ما تمكن يعطيها للفقراء، ما تمكن، متعمد ما تمكن. فقيل له يا رسول الله لماذا أنت مضطرب؟ فقال صلى الله عليه وآله ما أخوف أن يلقى محمد ربه وفي ذمته هذه الدنانير. هذا هو يخوف، كل شيء يخوف. ثم بعد ذلك رأى أمير المؤمنين صلوات الله عليه ودفع عليه هذه الدنانير وقال أوصلها للمستحقين. ثم قال صلى الله عليه وآله الآن ارتحت، الآن ارتحت لأني أعطيت المال لمورده. من قال لك أنت تبقى إلى أن تدفع بدل هذا المال إلى صاحبه؟ أنا ما أكل من هذا المال. الشيخ يقول كانت أكو بقايا خبز من البارحة عندنا وبقايا لبن، يقول اقتصر على أكل تلك البقايا من الخبز واللبن ولم يمد يده إلى ذلك الطعام. الشيخ الحائري ينقل هذه القصة، تلميذه الملا علي يقول عندما نقل لي الشيخ هذه القصة قلت له إن هذا مبعوث من قبل صاحب الزمان إليك، لأنه يعلم في يوم من الأيام راية التشيع تكون بيدك أيها الشيخ، في يوم من الأيام تصبح المرجع الأعلى في زمانك، في يوم من الأيام تكون المدافع عن التشيع وعن مذهب أهل البيت. الإمام يريد يقول لك يا شيخ كن مراقبا لحالك، كن مواظبا. حتى الأمانة المجازة واحد ينبغي له أن يتورع عنها، الأمانة المجازة مو الأمانة غير المجازة، الأمانة غير المجازة خذيك خيانة، ومن خان يؤتى بخيانته كما يقول العلامة المجلسي رحمة الله عليه معلقة في رقبته. كل ذنب واحد يعمله يؤتى يوم القيامة ومعه أداة ذلك الذنب. الذين يشربون الخمر والعياذ بالله يأتون وبيدهم قنان الخمر تفوح منها رائحة نتنة تؤذي أهل المحشر، هي علامة لأهل المحشر، هذا ذنبه، بهذا يستحق العقاب. الذين يلعبون بالقمار والعياذ بالله يأتون وعندهم آلات القمار. الذين يضربون بالدف والطنبور وآلات الغناء والموسيقى يحشرون أمام الناس وبيدهم هذه الآلات، هاي وثيقة الجرم وأداة الجرم. الذي يخون في أموال الناس هذا يؤتى يوم القيامة بهذه الأموال حتى يعرض أمام الناس والعياذ بالله، ثم بعد ذلك يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الإنسان ينبغي عليه أن يتقي الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، قبل أن ينتهي كل شيء وقبل أن تصبح هذه الأموال حسرات، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. في الرواية عن الأئمة صلوات الله عليهم الذي بخل بماله ومات الله يجعل هذا المال حسرة عليه، ورثت عملوا بهذا المال صالحا أو طالحا هذا المال حسرة عليه. إذا عملوا صالح هو اللي تعب على هذا المال، هو اللي سهر الليالي
هو الذي ركض، لكن هذا المال منه انتفع بهذا المال، ابنه انتفع بهذا المال فيتأثر. وإذا ابنه والعياذ بالله عمل صالحا فحسرته واضحة، أعان شخصا على الحرام. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.